السلام عليكم. تحل غدا الاثنين الذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ثورة اليمنيين الكبرى وأم ثورات التحرير والاستقلال. في مثل هذا اليوم من عام 1962 كان ثلة من الوطنيين الأبرار ينؤون بالفكرة ويتخذون القرار الأصعب بتنفيذها. أمام تسارع الأحداث والوقائع ومع موت الطاغية أحمد في 18 من سبتمبر عام 1962 وتولي نجده البدر الإمامة والملك، وضع الثوار أمام الاختبار الصعب، فمخطط الثورة تناهى إلى مسامع البدر، لذلك لم يكن أمام الثوار من بد سوى البدء بالثورة. وفي منتصف هذه الليلة قبل 54 عاما أنجز الثوار الوعد وأطلقت القذيفة الأولى على دار البشائر. وصل هؤلاء الضباط الأحرار مهمتهم حتى أنجزوها بنجاح. فعلوا ذلك وهم يعلمون أنهم يعملون في بحر من الجهل والتخلف. كانت الثورة استحقاقا وطنيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كان الضباط الأحرار فصيلا وطنيا تحمل عبء التنفيذ، لكن الثورة مثلت محصلة جهد وطني متعدد الطيف شارك فيه السياسيون والقضاة ورجال الأعمال وكل الفئات الحية في المجتمع. لهذا سرعان ما تحول التغيير إلى ثورة عارمة اجتاحت البلاد بطولها وعرضها، وتدافع اليمنيون من كل حدب وصوب إلى صنعاء، وفيها خاضوا المعركة الفاصلة مع الإمامة وانتصرت بفضل تضحياتهم ثورة سبتمبر، وتحققت بعدها كل أهداف الحرية والاستقلال. عن هذه الذكرى الغالية وعن الثورة التي يخوض اليمنيون معركتهم الجديدة دفاعاً عن قيمها وعن نظامها الجمهوري سوف نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني. بداية أرحب بضيفي الإعلامي والناشط السياسي كمال حيدرة وكذلك الصحفي محمد عبد المغني، أهلا بكما. سنبدأ النقاش مع ضيوفي الأكارم لكن بعد أن نتابع مع إياكم وإياكم هذا التقرير. 54 عاماً من عمر الثورة، أكثر من نصف قرن منذ أن دفن اليمنيون عهدا هو الأكثر ظلامية وتخلفا وكهنوتية في تاريخهم الحديث. كان هذا الإنجاز ثمرة من خططوا وناضلوا وفجروا الثورة واستشهدوا دفاعا عنها وقدموا الغالي والنفيس لأجلها، إنجاز تلقفه اليمنيون بحماس كبير، فكان أن تحولوا إلى جيش يدافع عن الثورة ويخوض المنازلة الطويلة لثمانية أعوام تقريبا حتى جرى الحسم النهائي بكسر حصار السبعين وهزيمة الثورة المضادة وفلول الإمام المدحورة. دفن النظام الكهنوتي البغيض ولم تدفن الفكرة، بقيت تعشعش في رؤوس من تسللوا من جديد إلى بنية الدولة وسلكوا طريقا سهلة إلى مراكز القرار. عمل هؤلاء حثيثا على تقويض قيم الجمهورية وإفراغها من معناها، وأشاعوا الفساد وعطلوا ميزان العدالة وصاغوا معادلة معقدة لتقاسم السلطة تجلت في شكل حصة مؤثرة كانت تمنح لهم وتضعهم في قلب السلطة التنفيذية والقضائية والعسكرية والأمنية. حدث ذلك عندما خلف اليمنيون الماضي وراء ظهورهم ومضوا في خطة التغيير دون أن يقيموا الحراسة على مكتسبات العهد الجديد. غفلة ربما أو خيانة من البعض أو مؤامرة، سمها ما شئت، لكنها كانت طعنة قاتلة في خاصرة النظام الجمهوري ووأدا للحلم. اختار الأئمة الجدد شهر سبتمبر من عام 2014 للانقضاض على الإنجاز الجمهوري المتصل بهذا الشهر العظيم، لكن ما كان لهؤلاء أن يصلوا إلى هدفهم بهذه السهولة لولا هذا الذي استأثر لنفسه بأكثر من نصف عمر الجمهورية ليقرر حينما أطاح به الشعب هدم المعبد على رؤوس الجميع. لكن إرادة الشعب لن تموت، وها هم اليمنيون يخوضون معركتهم الأخيرة لوأد مشروعين سيئين للاستئثار بالسلطة، عائلي وسلالي، والحسم يلوح في الأفق، ولكن آن لليمنيين أن يحسنوا الحراسة حتى لا يعود اللصوص مجددا. إذا أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي محمد وكمال. لو أبدأ مع كمال، إذا ما تحدثنا عن سبتمبر هناك رؤية سياسية، نظام جمهوري يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه، ماذا عن بقية الرؤية والأهداف؟ ماذا عن الرؤية حول الهوية الوطنية في ثورة سبتمبر؟ إذا ما بدأنا من الحديث عن الاختلاف في ثورة سبتمبر بالنسبة للمفهوم الثورات أو معنى الثورات في كل دول العالم أو الثورات العالمية، نجد أنه كان هناك يعني
اختلاف بالنسبة لسبتمبر. أي. لأنها كانت ثورة يعني ضد نظام مختلف عن بقية أنظمة العالم، فبالتالي كان لابد أن تكون الثورة مختلفة عن معظم ثورات العالم إن لم يكن كلها. كانت تواجه نظام عصابة لم يكن نظام دولة، وبالتالي كان الهدف الأول هو يعني إيجاد الدولة اليمنية. ثانيا لأنه لم يكن نظام يعني لم تكن في مواجهة نظام فاسد لتسقطه وتقيم نظام بديل أو يعني ما شابه كما يحدث في كل ثورات العالم، كان يعني إيجاد كل شيء من الصفر. فبالتالي كانت هنا سبتمبر مختلفة عن بقية ثورات العالم، وبالتالي هنا مدخل للحديث عن الهوية اليمنية أو عن إيجاد المجتمع اليمني الذي كان يعني تقريبا مغيب تماما في ظل نظام كهنوتي متخلف لا علاقة له بمفهوم النظام أو مفهوم السلطة أو النظام السياسي. كان هنا كانت سبتمبر مدخل للبدء في تأسيس مجتمع يمني، دولة يمنية، يعني مجتمع يمني بشكل كامل أو مجتمع بشكل متكامل. فهي كانت البداية من ثورة من سبتمبر، يعني لا يمكن الحديث عن مجتمع يمني حديث إلى من سبتمبر يعني، أو مجتمع يمني بشكل انطلاقا من هذه الثورة. طيب محمد، كانت هناك يعني رؤى كثيرة بداخل أهداف ثورة سبتمبر، أو عندما انطلقت هذه الثورة تجلت هذه الرؤى. ربما كانت هناك أيضا أهداف رفعت في هذه الثورة. هل كان هناك أهداف اقتصادية؟ هل مثلت الأهداف الموجودة أيضا نموذجا كاملا يمضي باليمنيين إلى الأمام؟ بداية سعدتم بالخير مساء، ونهني الشعب اليمني أولا بحلول الذكرى 54 للثورة سبتمبر المجيدة، التي استطاعت أن تطوي صفحات كثيرة من الظلم والاضطهاد والتبعية والرجعية لتدخل في إيجاد تغيير راديكالي جذري في البنية السياسية والثقافية والاقتصادية. هذا التغير عمل أيضا على خلق وعي مجتمعي قائم على أساس التمسك بالحرية، بالعدالة، التمسك بفكرة الدولة بجميع مؤسساتها وجميع أشكالها، ومن ضمنها الشكل الاقتصادي للدولة. ثورة سبتمبر لم تكن بمعزل عن الواقع الاجتماعي السيء الذي كان موجود في العصر الإمامي، حيث كان المجتمع يظل النظر إلى مجرد أقنان، إلى مجتمع لا يستطيع أن يمتلك إرادته، إلى مجتمع فقير على جميع المستويات. فجاءت ثورة سبتمبر هذه لتخلق واقع مغايرا لذلك الشكل الاستبدادي الذي طوى الذي استطاع أن يلغي نضالات الشعب اليمني على امتداد تاريخه. طيب محمد، وكمال ينضم إلينا الآن وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد أرويشان معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خالد. مساء الخير، أهلا 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 بك أستاذ خالد. الآن الشعب يعيش ذكرى ثورة الألف كما أنت أسميتها، ما أهمية حضور هذه الذكرى، الحضور المتجدد دوما؟ هو في الواقع أن الاحتفاء بثورة سبتمبر هذه المرة كان مختلفا، وكان نوعيا، وكان شبابيا، وكان فبراريا إذا صح التعبير أن نقول ثورة فبراير 2011. الاحتفاء هذا المساء مختلف عن الاحتفاء بالسنوات السابقة. أهمية هذا الاحتفاء أن الشباب اكتشف سبتمبر، وأن سبتمبر هو صانع الأحلام والآمال. ثورة سبتمبر أهميتها في أنها صانعة أحلام للشعب. ما تزال ثورة سبتمبر مقصدا وأملا وأنفوانا في صدر كل شاب في اليمن. لم يكن هناك وعي قبل سنتين أو ثلاث أو أربع حتى بأهمية ثورة سبتمبر وأبطال سبتمبر. طيب هذه المرة هناك علي عبد المغني في كل مكان، يعني علي عبد المغني اليوم في صدر كل شاب وفي صفحة كل شباب في أنحاء اليمن وحتى الشباب المغتربين.
هي ربما الأحداث التي يواجهها اليمنيون الآن من محاولة الإمامي الجدد إن صح التعبير محو الذاكرة السبتمبرية لليمنيين دفعتهم بردة فعل ربما عكسية لاستذكار وتنشيط الذاكرة السبتمبرية. إذا ما عدنا لنقطة تجديد أو استذكار هذه الذاكرة من خلال قراءتك أنت، اذكر لنا اكثر ما لفت انتباهك من الذاكره السبتمبريه استاذ خالد، وان كان المجال يعني ليس يعني طويلا من الزمن. هو في الواقع ان 12 سبتمبر كانت ذات يوم انقسم العالم حولها، يعني هنا في اليمن في الستينيات انقسم العالم بين مؤيد وبين معارض، ليس في عند الشعب اليمني ولكن العالم العربي كان في معظمه مع الثورة والجمهورية، والعالم كله كان أيضا في معظمه، ولكن كان هناك محور آخر ضد الثورة. هذه الثورة لم تكن سهلة، يعني ما يميز ثورة سبتمبر أنها فتحت الآمال كما قلت من ناحية، ومن ناحية ثانية أنها أيضا أصبحت زادا لكل تغيير. في الواقع ما نزال نعيش ثورة 26 سبتمبر، ما تزال هذه معركة في حرب طويلة. التغيير يحتاج لألف ثورة، ويحتاج لصبر كبير، ويحتاج لوعي أكثر. ما تزال، لأنه 50 سنة ليست كافية لإنجاز التغيير. وفي نفس الوقت تعرفون تاريخ الثورات في العالم، الأهداف تظل هي الأهداف وتحقق بعض منها، ولكن الأهم الآن هو هذه اليقظة التي رأيناها في عيون الشباب وفي قلوبهم وفي منشوراتهم بأهمية ثورة سبتمبر. لو يعني أشعر أن الحسنة الوحيدة في كل ما حدث خلال السنتين الماضيتين منذ الانقلاب السيء الذكر في 21 سبتمبر 2014 هو أنها أيقظت الشباب بأهمية ثورة 26 سبتمبر، بأهمية علي عبد المغني، بأهمية أبي الأحرار الزبيري، بأهمية النعمان، بأهمية السلال، بأهمية هؤلاء الرجال الذين ذهبوا وأعطوا كل أعطوا حياتهم وأعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا سوى المجد، مجد في قلوب اليمنيين جميعا. طيب الآن تحدث ضيفي هنا كمال حيدر عن أن نقطة أن لم يكن لدى اليمنيين ما يشبه الدولة خلال فترة حكم الأئمة، كيف يمكن تحويل هذه الفكرة، فكرة الثورة في سبتمبر وفكرة الجمهورية، إلى مشروع فكري، رؤية فكرية لخلق مؤسسات للدولة؟ هو دولة الأئمة كانت قائمة على ركنين أساسيين، الزكاة كإيراد وجباية والقضاء في مشاكل الناس العادية، الطلاق والزواج والميراث وكذا. يعني غير ذلك الدولة الإمامية عبر مئات السنين لم تبني شيئا، لا جسرا ولا بنت مسجدا ولا بنت مبنى ولا سوى الحروب والمشاكل. كل ما هو موجود من تراث معماري في العاصمة أو في بعض المناطق من قلاع وحصون كلها من أيام الدول اليمنية الأخرى، من الدول الرسولية أو الطاهرية مثلا أو حتى الأتراك. هؤلاء لا يعرفون إلا الجباية الزكاة من ناحية، والقضاء كما قلت الخاص بالمشاكل الشخصية اليمنية للأسرة اليمنية. لكن في كل الأحوال مشروع الدولة ما زال اليمنيون بحاجة إلى أن يفهموا أولا معنى المواطنة المتساوية التي هي المطلب الأساسي والسبب الرئيسي في قيام ثورة 26 سبتمبر، المواطنة المتساوية وسبتمبر العظيم الذي فتح الباب أمام المرأة والرجل، أمام كل اليمنيين حتى لأن يصبحوا رؤساء. تخيل، هذا هو لب الثورة اليمنية في الواقع. أن الإمامة أصلا مشروع انفصالي لا يستطيع ولا يحتمل أن يكون مشروعا لبلد بكامله مثل اليمن أو لشعب، ولذلك طول التاريخ لم يحكموا اليمن بكامله سوى فترة بسيطة جدا أيام المتوكل على الله القاسم الذي وصل إلى يافع ووصل إلى حضرموت في حوالي 10 سنوات أو 15 سنة، وكانت مذابح ومشاكل كثيرة لحد الهاك قبل حوالي 400 سنة. لكن المشروع المذهبي السلالي الطائفي لا يمكن أبدا أن يكون مشروعا لبلد أو لشعب، ما بالك نحن في القرن 21. طيب أستاذ خالد، مشروع الدولة هو مشروع الثورة ومشروع الجمهورية، الذي الجمهورية التي نظمت انتخابات مجلس الشورى لأول مرة في الجزيرة العربية في 1968. حتى مهما شابت الإنجازات أي شوائب
تظل هذه أحلام ضخمة فجرتها ثورة عظيمة وإنسانية، صناعة الجمهورية لوحدها كفكرة ثم الوصول إلى تطبيقها كما يجب، هذا هو مشروع اليمنيين. طيب هذه الأحلام الكبيرة لربما لن يستطيع تحقيقها إلا الشباب، شباب فبراير، شباب الممتلئ بوهج ثورة سبتمبر، أيضا المنطلق من أفكارها وأهدافها. أيضا هنا لدي شباب من ثورة فبراير، وهناك في ساحات المقاومة هناك يعني شباب من ثورة فبراير أيضا. ما هي رسالتك لهؤلاء الشباب المستوحاة من 26 سبتمبر؟ هؤلاء الشباب الواقع يعني أنا أشعر بسعادة غامرة هذا المساء، وأنا أتابع الأخبار أولا بأول، أتابع تعز واشتعال لهب شعلة الثورة هناك، وأتابع حتى في بعض البيوت هنا في صنعاء وفي أماكن كثيرة جدا في قلب كل إنسان في هذا البلد ثم تتغير هائل الآن في الوعي. يعني خلال أسابيع شعرنا أن انقلابا حصل في الوعي في اليمن في الواقع، لأسباب تتعلق بالجو العام والخاص. طبعا هناك أسباب كثيرة سياسية وثقافية ومعرفية، رغم الظلام ورغم العناء ورغم التعب هناك تغير واضح، ولكن الأجيال التي كانت في الساحات في 2011 ما تزال هي الأمل، وما يزال معولا عليها أن تقوم بما يجب في التطوير وفي التنوير وفي إحقاق الحق. يعني والبلد بحاجة إلى التنوير بالفعل. يعني أنا أعتقد أن الظلام مهزلة مثلا هذا المساء، أن يقوم من وأد ثورة سبتمبر ومن حاول أن يخنقها بإشعال شعلة الثورة في ميدان التحرير. يعني هذه نقطة غريبة، وفي نفس الوقت هذا كذب وزيف وتزييف يعني للثورة ولسبتمبر ولعظمة سبتمبر. في كل الأحوال هؤلاء الشباب هم أمل البلاد، هذا لا نقوله يعني تزلفا ولا نقوله إنشاء، ولكن هؤلاء الشباب أثبتوا بالفعل أنهم الأمل وأنهم القوة الصاعدة التي نعتقد أنها ستقوم بما يجب تجاه المستقبل، مستقبل اليمن القائم على أهداف ثورة 16 سبتمبر، اليمن الكبير الذي لا يعرفه هؤلاء القتلة ولا يعرفه هؤلاء المذهبيون الذين اليمن في نظرهم لا يتجاوز محافظات بعينها. أشكرك وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. نشاهد السادة المشاهدين هذه الصورة محمد وكمال، إذن هي 6 أهداف للثورة وهناك في الصورة 6 صور. كمال ما التعليق؟ أولا أود أن أوجه رسالة تقدير وإجلال للأستاذ خالد الرويشان. أتذكر في 2014 كان يقول لنا يا أبنائي أنتم لا تعرفون سبتمبر، لا تعرفون ماذا يعني سبتمبر، والآن يجب عليكم أن تعرفوا بعد أن دخل الحوثيين. أود أن أقول أننا قد عرفناه يا أستاذنا ووعيناه تماما، وسنورث ذلك لأبنائنا وأبنائهم، ربما على عكس ما فعل آباءنا لم نكن نعرف الكثير عن سبتمبر، لكن سنجعل أبنائنا يعرفون الكثير عن سبتمبر الحالي وسبتمبر الماضي. جميلة هذه الكلمة. أما هذا الذي حاول ذات يوم السطو على كل شيء في اليمن، حتى الثورة وحتى أهداف الثورة والجمهورية كذلك، والجمهورية والوحدة وكل شيء، حتى الثورة الشبابية حاول أن نستكمل الموجة التالية على أساس أن الموجة التالية للثورة الشبابية سطع على كل شيء. أهو يريد أن يقول أنه هو ذلك ابن الشعب المزارع، ابن الشعب، ذلك الجندي الذي دافع عن الثورة. أتذكر أنا شاب صغير يعني أو طفل صغير من إذاعة صنعاء أنه كان ذات يوم برنامج عن ثورة سبتمبر، كان يتحدث عن أنه هذا الرجل الذي شارك في ثورة سبتمبر وأنه كان ذلك الطفل النجيب الذي سأل أباه عن لا أدري عن ماذا، وأنه حمل السلاح وعمره 13 عاما. كانت خلال الفترة الأخيرة من حكم صالح قد حاول أن يجير كل شيء لصالحه، أن يعيد اليمن إلى هو من شق أو من ناحية يحاول أن يقول أنه كان مشاركا بمشاركة فاعلة في ثورة سبتمبر، وهذا طبعا لا يوجد إثبات حقيقي يعني لم طبعًا يكون كذب. طبعا هذه الصور هي مراحل عمرية لعلي عبد الله صالح، حتى نوضح للسادة المشاهدين من لم يعرف هذه الصور وما تعني. هو حاول ذات يوم أن يقول أنه هذا أحد أهداف الثورة، إزالة الطبقات، أنه كان ابن الفلاح وأصبح رئيسا للجمهورية، أنه تم إنشاء جيش وطني قوي يحمل بلاده ومكاسبها وهو الجندي المدافع عن الجمهورية، أنه ذلك الرئيس القادم من أبناء الشعب من أوساط الشعب
وما 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 والى طيب دعني اخذ تعليق محمد، وهو يعني ربما هي معلومه للساده المشاهدين، انت حفيد نضع علي عبد المهدي. نرفض تماما ان نجعل الثوره وكانها سباق بكل تأكيد للابن وال لكن لا بأس في ولكن على النطاق تذكير ب يعني مجد وما قام به هؤلاء الشهداء الذين ربما يعني فقدوا من يحيي ما قاموا به بشكل واضح على الأرض، وكما سمعنا يعني كثيرا هناك ذاكرة مفقودة. على النطاق العام نستطيع القول أن ثورة سبتمبر التي خاضت صراع مرير مع القوى الاستبدادية والقوى الفئوية وما زالت تخوضها إلى الآن عبر أجيالها المتجددة، لم تكن بمعزل عن الأفكار الثورية الجديدة، لم تكن بمعزل عن سلسلة النضالات المتلاحقة للثورة السبتمبرية التي توقفت في يعني كانت أعظم محطاتها ثورة 11 من فبراير التي ترسخت مفاهيمها وأهدافها لدى طلائع الثورة بشكل عام. نحن نتحدث اليوم عن 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 ثورة الألف عام كما تحدث عنها الأستاذ خالد الرويشان. هذه الثورة التي استطاعت أن تغير مفاهيم كثيرة في الوعي المجتمعي. تعليقك على الصورة التي غابت عنها صورة علي عبد المغني القائد المؤسس لهذه الثورة وظهرت فيها صور علي عبد الله صالح. هنالك أحاديث يعني مأساوية أكثر تعبيرا من هذه الصورة أيضا. علي عبد الله صالح يريد أن ينسب كل شيء لنفسه. علي عبد الله صالح حول ثورة سبتمبر إلى مجرد كرنفال يذهب فيه لاستعطاف فقط المتمسكين بالوعي الجمهوري وبالإرث النضالي. علي عبد الله صالح هو مجرد شخص عمل على تزييف الوعي، شخص عمل على ترسيخ سياسة الاستبداد بالرأي ومحاولة فرضه وبقوة السلاح، شخصية وصلت البلاد إلى هوة الحرب. علي عبد الله صالح لا يستطيع يعني أي تعبير أن يعطيه حقه. هذا الشخص الذي ظل يختزل فكرة ثورة سبتمبر في خطابات تدغدغ المشاعر، هو اليوم يتحالف مع يعني مع جماعة سيطرت على الدولة وتريد أن تعيد أمجادها أو أمجاد الماضي. هذه الجماعة الذي تريد أن تحتكر كل الدولة تحت فكرة هناك أمجاد تحت لا هي تعتبرها أنها أمجاد، بالنسبة لها هي تعتبر أن هذه أمجاد، وهي في اعتقادي هي مجرد يعني شكل استبدادي جديد يريد إعادة إنتاج نفسها اليوم على شكل جماعة سيطرت على جميع مؤسسات الدولة وتريد أن تفرض نفسها بقوة السلاح. طيب دعنا محمد نذهب والسادة المشاهدين إلى فاصل، بعده مشاهدينا سنتحدث عن المشروع الجمهوري بين جيلين، ابقوا معنا. رديها قالنا رديها بلغتيها خضراء إيه أيلول والنشيد صلاة وزكاة المجاهدين الدماء أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي العزيزين. كمال، كيف يرى جيل ثورة فبراير؟ أنت أحد الشباب الفاعلين في ثورة فبراير وكذلك محمد، كيف يرى هذا الجيل
ثورة 26 سبتمبر، كيف يرى المشروع الجمهوري بين المتصل بين هذين أو هاتين الثورتين؟ في البداية أعتقد أننا خرجنا ضدا على الانحراف عن ثورة سبتمبر، الانحراف التي كان قد مر عليها قرابة 50 عاما، وطبعا كانت من عهد علي عبد الله صالح وما قبله. بالتالي أعتقد أننا كنا نريد أن نعيد بوصلة، أو يعني شباب ثورة فبراير كان يحاول إعادة بوصلة التاريخ إلى مجراها الطبيعي الذي ابتدأ من لحظة 26 من سبتمبر. هذه اللحظة التي كانت انطلاقة الشعب اليمني، لم يكن هناك شيء اسمه الشعب اليمني، كان هناك أسرة حاكمة وكان هناك مجموعة من الملايين من البشر مسخرين لخدمة هذه الأسرة. كانت ثورة فبراير محاولة لإعادة السلطة للشعب اليمني، للجمهورية اليمنية التي كانت قد سلبت من بعهد علي عبد الله صالح، وفي محاولة للردة إلى ما قبل 62 اللي 26 سبتمبر كان قد بدأ المشروع العائلي والتوريث ينحو باتجاه العودة إلى ما قبل 26 سبتمبر. بالتالي أعتقد أن لحظة 11 فبراير كانت لحظة للعودة إلى الثورة الأم، رغم أننا لم نكن في تلك اللحظة نعرف معنى سبتمبر بشكل كامل وتام. كنا نرى ان ما حدث كان خطا، ما يجري ما هو واقع في تلك اللحظه في يوم في 11 في فبراير 2011 انه هو خطا، لكن الشيء الاصعب انه تم الاعاده بشكل كامل لما بعد 11 فبراير نتيجه ليس لاخطاء الثوره او ان كان هناك اخطاء، انما لان ذلك الرجل الذي كان يريد توقيف او تثبيت الزمن عند لحظه 62 اراد يعني انتقام من الشعب أن يعود بالشعب إلى ما قبل 62 تماما. كان يحاول القضاء على كل، كان هناك انحراف لكنه في اللحظة الأخيرة عندما عاد منتقما أراد أن ينتقم من كل هذا ويعيد الزمن إلى 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 إلى, إلى الوراء تماما. أعتقد هي هذه الوصل بين الزمنين، لم يكن يعني الوصل بين اللحظة الراهنة و 62 والعودة إلى اللحظة التي يعني نكون فيها على تماس مع ما أراده رجال سبتمبر ورجال الحركة الوطنية. طيب. سأذكر هذه المقتطفات محمد. يا علي عبد المغني، علي صالح ضيعني، أين الوحدة والثورة؟ أصبحنا ملك الأسرة، على غيري إحنا أحفاد الزبيري، يا حمدي عود عود، شعبك يشحت بالحدود. هذه كانت شعارات في ثورة فبراير، استدعاء لرمزيات سبتمبر وأكتوبر كذلك، يعني ظهرت بشكل كبير في ثورة 11 من فبراير، ليست هذه بالضرورة يعني. هذا الاستدعاء ما الذي يشكله برأيك؟ بالضبط، أولاً ثورة فبراير استطاعت أن تحول واقع الثورة السبتمبرية من شعار إلى كونها شعور. ثورة سبتمبر قامت على أساس، يعني ثورة فبراير قامت على أساس التراكمية الثورية كما يعرف في 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 علم الاجتماع أو في الفلسفة، قامت على أساس التراكمية الثورية. هذه التراكمية خلقت منحى جديد لشكل التغيير الجذري كما قلنا سابقا، استطاعت أن تضع التقاء ما بين الثورتين، تعزز شباب فبراير بالوعي السبتمبري، ومن ثم انطلقوا بالثورة أذهلت العالم في أفضل تجلية قام بها شباب لا زالوا في ريعان في بداية أعمارهم، لا زالوا في المرحلة الجامعية، شباب استطاعوا أن يوجدوا مشروع سياسي قبل أن يكون ثوري. يعني هم مشوا على أساسين، الأساس الأول وهو الفعل الثوري والممكن السياسي في نفس الوقت، فتعاملوا مع التسوية السياسية مثلا كواقع، تعاملوا مع المبادرة الخليجية، تعاملوا مع بالضبط، هم كانوا يحذروا منها، ولكن في المقابل كان هنالك وعي ونضوج كبيرين بواقع التغيير وبواقع سبتمبر وأهدافها الأساسية. هذه التراكمية الثورية استطاعت أن تخلق يعني في الشارع زخم ثوري استطاع ان يقنع المجتمع بسائر البلاد. وايضا هنالك فكره الكتله التاريخيه، هم يعني الشباب تمسكوا بفكره الكتله التاريخيه الذي ظل المناضلون يؤسسوا من اجلها، الذي ظل فكره الدوله المدنيه، فكره التراكميه الثوريه الذي ظل
المؤسس مثلا لجار الله عمر المؤسس الأول لفكرة اللقاء المشترك، هو من جسدوها بفكرة الثورة، خرجوا من الإطار الأيديولوجي الجامد إلى الإطار الإبستيمولوجي المعرفي الذي استطاع أن يجمع الناس حول فكرة معينة من أجل تغيير الواقع السياسي، تغيير البنية السياسية، تغيير السيكولوجيا السياسية وتغيير فكرة النظام الاستبدادي الذي ظل يغير مفاهيم الديمقراطية، ظل يتشدق بفكرة النضال السبتمبري فقط من أجل تحقيق ربما مشروعات مآرب معينة يعني. طيب وإن كنت منسجم جدا مع الحوار الذي أو الكلام الذي تطرحه، لكن هناك ضيف على الهواء ينتظرنا. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام ممثل السابق لتنظيم السبتمبريين الأستاذ عبد الله الفقوع. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك أخي العزيز وبضيوفك الأكارم وبجميع المشاهدين، حياكم الله. أستاذ عبد الله، كأحد المناضلين، ما هي اللحظات السبتمبرية التي لا زالت تلوح أو حاضرة في وجدانك وفي بالك؟ ثورة 26 سبتمبر أخي العزيز هي ثورة حياة ومشروع حياة مكتمل، يعني يليق باليمن وباليمنيين وبحضارتهم وتاريخهم وموقعهم وجغرافيتهم وأصالتهم. هي ثورة نابعة من وجدان كل يمني، من معاناة كل يمني من النظام الإمامي البائد. هي ثورة نحو مستقبل يتمناه كل يمني، قام أساقها العقال وقام بها الأبطال. فعلا هذه الثورة إنها مشروع حياة، إنها عايشة في وجداني وفي وجدان معظم اليمنيين بأهدافها العظيمة، مبادئها التي تهدف لحياة اليمن والارتقاء به من الناحية الاقتصادية، وأيضا من تحريره من ظلم الإمامة والنظامات الخاصة والظلم والاستبداد الذي كان يعانيه. فهي عايشة تنظر مشروع حي عايش في وجداني وفي وجدان كل يمن، وباقي وراسخ برسوخ جبال اليمن، ولن تؤثر على ثورة سبتمبر وأهدافها النبيلة كل المتغيرات وكل ما أحدث لن تؤثر. طيب الآن أنت حدثنا، نعم أنت حدثنا الآن شيخ عبد الله من صعدة، أنت أحد أبناء صعدة في المفهوم، نعم أو ما يتداول صعدة الآن، نعم تمام، لكن أنت في صعدة، أنت من صعدة ليس كذلك؟ نعم نعم أنا من صعدة وفي صعدة هذا تماما. إذن حاليا أكلمك من صعدة. طيب إذن في هذه النقطة هناك فكرة تدور في وسائل الإعلام أن هناك حاضنة شعبية للحوثيين في المناطق هذه في صعدة، حتى الآن أنت أحد المناضلين من صعدة، كيف ترى أن أو كيف استطاع هؤلاء الخروج من الذاكرة الجمهورية وتحولوا من جديد إلى أنصار المشروع الإمام؟ الحاضنة الأساسية للحوثيين هو نظام عفاش، ليس صعدة وليس أبناء صعدة، والذي جند هؤلاء الذين والذي يعني قصر نظام عفاش هو مع أهداف سبتمبر ومع ترسيخ وتطبيق أهداف سبتمبر في سواء في صعدة أو في غير صعدة. هو نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح كان مقصرا جدا في تطبيق وتنفيذ أهداف سبتمبر التي هي مكتملة سواء على المستوى العلمي، على المستوى الثقافي، على المستوى في جميع محافظات اليمن في صعدة وفي غير صعدة. غياب العلم هو من يعني غياب الدولة يعني غياب النظام عن تطبيق أهداف سبتمبر هو من جند. طيب الآن نحن في ليلة 26 من سبتمبر، هذا اليوم المجيد، ما هي رسالتك لليمنيين شبابا مقاتلين في جبهات القتال، كذلك أولئك الذين يحلمون بوطن قائم على أهداف سبتمبر وكذلك أهداف جميع يعني التواريخ المتعلقة بالحركة الوطنية؟ رسالتي للجميع أخي العزيز إن ثورة سبتمبر هي منتجة من معاناة اليمن، من الدين الإسلامي الحنيف، دين والأخوة والتعاون، من الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وهي مطلب كل يمني أن يناضل كل يمني من أجل تطبيق أهداف سبتمبر، فهي مشروع شامل لليمن كامل على المستوى الديني، على المستوى
الأخلاقي الديمقراطي الشوروي العلمي الاقتصادي، وإن وفيها حياة اليمن وعز اليمن وكرامة كل يمني، فعلى الجميع أن يناضل من أجل تطبيقها وتنفيذها وترسيخها في هذا الشعب الذي اختارها والذي هي تليق به وبعظمته وحضاراته وتاريخه. أشكرك. نعم. أن يفهموا ستنبط. أشكرك وأنت شيخ عبد الله الفقوع، وأنت الممثل السابق لتنظيم السبتمبريين، كنت معنا عبر الهاتف من صعدة. أعود إليك كمال، حدث الآن تلاقي ما بين ربما جيل سبتمبر وجيل فبراير، أيضا هناك الكثير من شباب فبراير الآن في جبهات القتال، هناك أيضا من يقاومون بالقلم، وهناك أشكال عديدة للنضال الوطني. برأيك هذا الانخراط الشبابي الواسع هل كان أحد ثمرات نضالات اليمنيين منذ 26 سبتمبر إلى الآن؟ نعم، أستطيع أن أؤكد أنه يعني أن ثورة فبراير هي من تقاوم المشروع الإمامي والعفاشي في نفس الوقت. لو لم تكن ثورة فبراير كان هناك مشروعين تصارعين، في مشروع علي عبد الله صالح ومشروع على الحوثيين، كان أحدهما سينتصر بلا شك، كل لديه مؤسساته ولديه تفكيره الممتد كيف يحكم اليمن بنفس الفكرة وبنفس الطريقة، حكم عائلي يستمر على مجموعة مؤسسات تسيطر على الشعب. جاءت ثورة فبراير، طبعا كان لابد ان ينتصر احد المشروعين، يا اما مشروع الحوثي يا اما مشروع علي عبد الله صالح. جاءت ثورة فبراير لكي تنتصر لمشروع اليمن، طبعا لانها الان اصبحت خارج السياق، يعني اقصد بعد ان تحالف المشروعان الاماميان اللي هو مشروع علي عبد الله صالح ومشروع الحوثيين، الان ثورة فبراير هي من تقاومهم المشروعين، يعني عندما اصبحوا مشروع واحد هي من تقاومهم فعلا. انا لا اقول ذلك على سبيل المدح والفخر، انما فعلا من يقاوم المشروع الامامي الان علي عبد الله صالح والحوثي هي ثورة فبراير بكل ما اعطته لليمنيين من امال. اولا ان كان يعني اقصد انهما ان الفبرايرين هم العماد الاول للثوره، لكن وثانيا نعم. لحظه بس عفوا، وثانيا انها من اعطت اليمنيين الامل بالمقاومه ومن منحتهم القوه في مواجهه هذا المشروع بان جعلتهم يفكروا من أعادت لهم الروح لكي يقاوموا. لو لم يكن هناك ثورة فبراير لما كان هناك روح للمقاومة، كان هناك ستنبثق مقاومات دينية على أسس جهوية مناطقية مذهبية، لكن فبراير هي من تجعل هذه المقاومات يعني تمضي هي رمانة الميزان إن صح التعبير. بالضبط، هي الميزان الذي يجعل المقاومة تمضي في اتجاه واحد نحو الدولة اليمنية والمشروع اليمني الكبير المتسق ما بين ثورة فبراير وسبتمبر. طيب محمد، ما الذي يجب عليه الآن لجيل الشباب أن يقوم به لتحويل المشروع الجمهوري الذي شهد العديد من المحطات على مدى الفترة السابقة إلى رؤية فكرية في بداية المطاف، ثم خطوات عملية على صعيد هذا الجيل والجيل القادم؟ أولا يجب على الجيل فبراير أو الجيل المجابه لهذا أن يدرك تماما أنه مثلما كان هناك اتحاد لقوى الثورة المضادة في خلق هذا الواقع الذي فرض على اليمنيين وأنتج حرب في سائر البلاد، عليهم أن يدركوا تماما حجم هذا الخطر، وأن يبتعدوا أولا عن الصراعات الأيديولوجية الموجودة الآن ما بين جميع الفئات وجميع الاتجاهات بمختلف مشاربها، وأن أن أن يوجهوا جميع يعني جهودهم في 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 فكرة إيجاد مجابهة مجتمعية حقيقية للمشروع الاستبداد الذي يريد أن إعادتنا إلى ما قبل العصور الوسطى. نحن نتحدث اليوم عن ثورة سبتمبر في هذه الذكرى التاريخية، ولمحنا على نقطة مهمة وهي نقطة التراكمية الثورية. يجب أن يتمسك الجيل هذا الجيل الصاعد بالفكرة السبتمبرية، لأن حتى ثورة سبتمبر لم تقم إلا على أساس التراكمية الثورية، فلو لم تأتي مثلا حركة 48 كسابقة للثورة السبتمبرية لخلق وعي جديد لدى روادها ضباط الأحرار وتغيير مفاهيمهم حول فكرة الدولة ومشروعها، لما كان لها أن تحقق هذا لثورة سبتمبر هذا التغيير الجذري في 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 في, في الواقع الاجتماعي والسياسي. التجربة الواعية لثورة سبتمبر يجب أن تكون هي المنطلق الأساسي الذي يسير عليه أي فكرة أخرى تريد أن تجابه المشاريع التي تريد إعادة إنتاج نفسها. طيب الآن كمال، أنت كقارئ للتاريخ وأيضا كممارس للفعل السياسي والنشاط الإعلامي أيضا،
هناك أدوات يقال أن الجيل الأول من مناضلين ثورة سبتمبر افتقدوها. الآن ما هي الأدوات التي تنقص أو تنقص جيل ثورة فبراير حتى يستكملوا مسير ثورتهم بنجاح؟ ما الذي ينقصهم يعني؟ ما الذي ينقصهم؟ لا أعتقد أن هناك الكثير مما ينقصهم. تقريبا لدينا كل شيء إن لم يكن يعني مقارنة بجيل سبتمبر أقصد. يعني هناك كان الكثير مما ينقص جيل سبتمبر، لكن بالنسبة لجيل فبراير أو الجيل المقاومة الشعبي في هذا أتحدث عن أدوات طبعا وليس عن رؤى وأفكار. نعم أدوات هي في الأخير هناك أدوات يعني إعلامية، أدوات ثقافية، وأدوات وقود المعركة للسلاح يعني. بالتالي أعتقد أنه لدى هذا الشعب ما يكفي ليخوض المقاومة إلى الأبد مع هذا الشعب. لدى هذا الجيل ما يكفي من القوة ومن السلاح الروحي والمعنوي والمادي، ما يكفي لأن يجعل هذا المشروع ينهزم. وأعتقد أنه بدأ ينهزم تماما يعني، لم يعد هناك سوى القليل منه الذي تحرس القوة العسكرية فقط. أما عمق المشروع فقد سقط تماما. سقط المشروع علي عبد الله صالح إلى النهاية، وسقط مشروع الحوثي إلى الأبد. هناك فقط ما سينتج عنها من أخطار في المستقبل، وهذه أعتقد أنه المشروع الذي تمثل المقاومة قادر على لملمة هذا الأخطار التي ستقع ولملمة وجدان اليمني المجروح بعمق خلال العامين الماضيين. وأعتقد أن المشروع المقاومة يمضي باتجاه استعادة اليمن هوية وشعبا ومجتمعا، ولن ينكسر تماما كما أراد له هذا المشروع الإمامي. ما رأيك محمد، تتفق؟ نعم تماما. لا, 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 لا مناص لنا غير التمسك بفكرة الدولة. الدولة هي التي ستستطيع أن تخرجنا من الواقع الحرب هذه. التمسك بفكرتها، العض عليها بالنواذج. فكرة الدولة هي ما تبقى لنا اليوم من أجل أن نلتف حوله. ما لم سوف نتحول إلى مجرد فئات تتقاتل فيما بينها البين. التمسك بمشروع الدولة والتمسك بفكرة المجابهة المجتمعية والمقاومة المجتمعية تحت أساس وطني هو الذي سيخرجنا من 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 البوتقة الذي وضعتنا فيها هذه الجماعة التي جاءت لتفرض نسق حياة معين، نسق فكر معين بقوة السلاح لم يعتاد اليمنيين عليه. التمسك أيضا بالتراكمية الثورية كما تحدثنا سابقا، أيضا الحفاظ على صيرورة وديمومة الثورة. لن نستطيع أن نصد هذه فكرة الاستبداد إلا بالحفاظ على فكرة ديمومة الثورة. الضامن الوحيد هو الدولة. الفكرة الأساسية التي يجب أن نتمسك فيها هي الدولة. اليوم على جميع التيارات أن تنصهر تحت فكرة الدولة. هذا هو جزيل الشكر لك محمد، وجزيل الشكر لك كمال، أنتما كنتما ضيفي في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل محمد المقبلي معد البرنامج، وكذلك زميل منصور النقاش منتج البرنامج، وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء، كل عام وأنتم بخير.